أهلا بك. يوم أمس حضرت اجتماعنا في البيت الوطني، قلنا فيه أن أزمة الكهرباء في العراق هي أزمة سياسية وليست أزمة تقنية، ولدينا أسبابنا بهذا الخصوص. ولماذا نقول أنها أزمة سياسية؟ أنها بقرة حلوب كوزارة ل يعني دول العراق، الدول المجاورة للعراق التي نستورد منها الغاز الطبيعي، رغم أننا نحرق الغاز في كل مواقعنا النفطية داخل العراق. أنها جيب كبير للفاسدين باعتبار ما يرصد لها من ميزانيات انفجارية كبيرة. أنها أداة للتسقيط السياسي بين الأحزاب التي تحكم والتي تعارض، وأن كل هذه الأحزاب تبادلت وتناوبت على وزارة الكهرباء. لا يعقل أن يكون 20 عام والعراق يمتلك موارد كبيرة، ميزانيات انفجارية تخصص لوزارة الكهرباء، أيادي عاملة وموارد كبيرة، موارد بشرية داخل هذه الوزارة من خبرات وغيرها. ما يتطلبه الموضوع من توليد للطاقة داخل العراق، مصادر الغاز موجودة ومصادر المياه والسدود التي تولد الطاقة الكهربائية، محطات كهربائية في ذي قار، وأنا أتحدث من ذي قار، هناك محطتين كبيرتين حرارية وغازية في ذي قار، لا نحتاج إلى أكثر من هذه المحطات. لكننا نعتقد أن الموضوع سياسي، وهذه الأزمة المفتعلة تكبر كل عام أبناء المحافظة وأبناء العراق بقصد وعمد وتلاعب بمصير العراقيين. اليوم يخرج الشباب في ذي قار ويعتصمون، الآن شباب ذي قار لا ينوون الرجوع سيد إلا حسين. أن تتحسن الطاقة. عذرا على المقاطعة، لكن دعني هنا يعني أتوقف قليلا. تحدثت عن مشهد مأساوي مظلم يعني معظم العراقيين يشكون منه، لكن اليوم يعني أنت تقول أن الأزمة سياسية، هل يعي المواطن أن اليوم الأزمة سياسية؟ وما هي يعني مطالب المواطنين في ظل هذا يعني المشهد المؤلم؟ أولا اعذريني، يعني أنا أستخدم الكلينكس لأنه فعلا حار الجو يمي وكهرباء ما الله يعينك. الناصرية. موضوع الآخر سيدة الكريمة، لماذا أنا أقول سياسي؟ لأنه حين الضغط، والآن أنت ترين بيوم عينك في تظاهرات في ذي قار حاشدة حشد لها شباب تشرين، والآن هم يعني حولوا التظاهرات إلى اعتصام مفتوح أمام الطاقة الكهربائية في محافظة ذي قار. سترين أن يوم غد سيتغير الحال وتزود محافظة ذي قار بساعات إضافية للتشغيل. إذا أن الكهرباء موجودة وكثير في من المحافظات والمدن هي لديها طاقة كهربائية متوفرة خلال 23 ساعة، هذه أداة للتلاعب بمصائر الناس. ثم سيدتي الكريمة، لماذا هذه الأحزاب وهذه الوزارة لا تشتغل، لا تصلح موضوع خطوط النقل والتجهيز وغيرها إلا في موسم الشتاء، عفوا الصيف اللاهب، في تموز، في شهر تموز السادس والسابع هم تبقيهم يشتغلون ويصلحون خطوط النقل. انت وين كنتوا؟ وين التخطيط الحقيقي الصحيح الذي يجب ان تعمل عليه الحكومات؟ نعم. انت الان ترين في امريكا سياتي العام القادم ومشكله الكهرباء ما زالت مستمره، ومن هذا الباب نقول انها سياسيه، انها موارد، مورد سيدتي الكبيره، الميزانيات الانفجاريه التي تخصص لهذه الوزاره ربما تعادل ميزانيات وزارات متعدده كثيره. الموضوع نعم. طيب. يخضع للمحاصصة أيضا، وما دمرته المحاصصة بهذه الوزارة، كل حزب يأتي إلى حكم الوزارة يعني يغير الكادر المتقدم لهذه الوزارة ويأتي بكادره الذي ينتمي إلى هذا الحزب. نعم. ومن هذا يعني سيد حسين، أن يعني عذرا على كثرة المداخلات لأهمية الموضوع، كما تعلم عرجت على نقطة مهمة جدا يعني وضعت عليها، وهي أن ربما يتم الاستجابة لمطالب متظاهري ذي قار بعد تصعيد الاحتجاجات وإعلان الاعتصام، ماذا عن باقي المحافظات يعني؟ وأنت تقول أن هناك كهرباء لكن لا يتم تزويد المواطنين بها، وأسألك سيدي هل هناك تنسيق بين متظاهري ذي قار وباقي المحافظات، ولا سيما أنهم يعلمون بأن الأزمة كما أشرت سياسية وستعود مع كل صيف؟ يعني شاهد على كثير من التنسيقات بين محتجي ذي قار ومحتجي المحافظات الأخرى. سيدتي الكريمة، يعني للأسف الشديد أن هذه الحكومات المتعاقبة على العراق لا يعني تتعظ من دروس الماضي، تكرر الأخطاء، هي لا تستجيب إلا للضغوطات، هي لا تستطيع أن تبحث عن مشكلة الكهرباء وتبدأ بحلول حقيقية لها. أنا أعتقد حتى أن هناك تدخل دولي وإقليمي بموضوع الكهرباء في العراق. إيران التي نستورد منها الغاز وما تحصله من مليارات من هذا الغاز المستورد داخل العراق، أمريكا وشركاتها الكبرى العاملة في العراق، وألمانيا والاتحاد الأوروبي، وكل هذه الدول، هذه الدول إذا كانت
يعني يتم التعاقد معها من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة ولا تصلح الخلل. إذن هي جزء وشريك أساسي بما يمر به الشعب العراقي من مأساة تجاه الكهرباء، وإلا ماذا نسمي هذا الموضوع حقيقة؟